نحن الآن منطقة حي السماح قرب جامع فاطمة الزهراء، منطقة حي السماح منطقة التسعين قرب جامع فاطمة الزهراء، نناشد بلدية الموصل بإيقاف هذه المهزلة. يعني مثل ما نقول يعني مئات السيارات تجي زت الأنقاض بمنطقة حي السماح، منطقة حي السماح أصبحت مكبة للأنقاض. يعني أما المنطقة يشتغلوا ويجون يزتون الأنقاض بهاي المنطقة، يعني ما بس هون أساها خلف جامع فاطمة الزهراء شوف الأنقاض، مئات السيارات يوميا تجي. يعني حتى شباب منطقة يتكونون معهم ما عرفت تدخل المختار منطقة معاهم وما عاد يوقفهم. يعني شوف بالجزر الوسطية قرب مولد تبارك الرحمن هم مئات الأنقاض زدت هنوكا وبجواب التسعين. يعني والله حتى الناس يعني مستاء جدا من هاي الشغلة. يعني منطقة مبلطة حديثا، ترى منطقة مبلطة حديثا، السيارات الحمل الثقيلة عاد تدمر للشوارع. والله عدى مرة واحد منهم هذا كلام كسره لنا بوري 8 انش كسره، والله بوري 4 انش كسره. يعني اتمنى تخلونا مفرزة هون يا جماعة، الله يحفظكم. هاي الانقاض والله يعني مؤذية ما نعرف شنو هي الانقاض. يعني هنا اكو مستوصف واكو جامع وهذا المقلع ورانا، وهذول السيارات يجيبون انقاض يزتوها سدوا الشوارع، يعني شوارع تلفوها صايرة مليارات الفلوس. زين شوفوا المنطقة يطلعون اللي من نروح اللي من نحكي حكينا البلدية قل للناس يابا يا معودين الله يخليكم تعالوا شوفوا لنا حل، ما حد يسوي لنا حل. يعني وصلت كسروها الشوارع، احنا 8 سنين نعاني من وراء هاي الشوارع، يلا بلطوها ويجي سيارة يكسر بالشوارع ويطلع قبل ويذبون على الناس. سيد المحافظ نجم الجبوري والله لو يعرف هذه فلا يقبلها. يجي مؤلف نقول له يابا نحن هون اطفال عندنا رجال شيوخ كبار، نقول له بس على كيفكم يمشي هيدي بعدين والله بسرعته أول تلبيحة أبا الله بسرعته محمل وجاي سريع، واللي ينزل من هون يأم محمل وجاي سرعة. نحن نغيد حل هاي الشغلة، هاي الناشد المسؤولين خلي يعملوا لنا حل. الأنقاض مالتش والله الأنقاض معه هم مين عايجيوها الأنقاض، بس هي عندهم يقولون نحن عندنا أمر يعني زدون الأنقاض هوني. وين الأمر مالهم؟ والله معه أخوي أنا، بس هنوك على أساس مقلع الزيتون بالمقلع، بس هي عجيبونه لي هون عيصل.